اللغة التي يسبحون بها. وتعرف أيضا حتى الحيوانات، وردت الروايات المتكاثرة أنها تعرف محمدا وآل محمد. لها شعور ولها معرفة. الآن أضرب لك مثل بعض الروايات. رواية يسأل أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن الثور ليش نشوفه مطأطئ؟ شكل الثور يعني جثة كبيرة، ولكن شيء ملفت أن الثور ترى رأسه مطأطئ. يقول الإمام سلام الله عليه أن أصل الثور كان رأسه شاهق مرتفع، لكن لما عبد العجل من دون الله عز وجل استحى الثور فطأطأ خلقة، زين، طأطأ حياء من الله عز وجل. أو مثلا بعض الروايات تتكلم حتى عن البومة. مثلا البومة الآن تعد من الطيور الوحشية اللي تسكن بالخراب، صحيح، ويضربون فيها بعض الأمم الأمثال بالحكمة. البومة كان طائر اجتماعي مع الناس، يأكل معهم ويتواجد على موائدهم، زين. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنا أدري أن في بعض الناس يستخفي مثل هذه الروايات، زين، يستخف. أنا ما أخاطب هؤلاء، أنا أخاطب ناس يعتقدون بالغيب ويعتقدون بأن الطريق إلى العلم الصحيح هم محمد وآل محمد. ولا أمثال هذا من الخزعبلات اللي تروى عن، على قولتنا احنا نقول شعيط ومعيط، زين، أمثال هذه الطرهات اللي تروى عندهم كثيرة، لكن احنا نرويها وإن كانت عجيبة على بعض الأسماء، لكننا نحن نرويها عن معين صافية، نأخذها عن معين صافية، محمد وآل محمد. البومة كانت مع الناس على الموائد، لكن لما قتل الحسين سلام الله عليه قالت ألا تجالس هؤلاء الناس. الإنسان اللي تجنى وقتل الحسين عليه السلام، أنا أألف الخراب، قالت أألف الخراب وأكون بعيدة عن هالمجتمع. وهذا مو بعيد أصلا، لأن الحيوان له شعور وله معرفة، فهو يسير في محيط طاعة الله. شوف شو يقول القرآن، يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.